سلام. كنت أنا صغيرة دائما أسأل بابا حبيبي أسئلة شوية صعبة، بس يعني مخي كده كان يقول لي أسأله عن الوجودية مثلا، عن وجود الله، أسأله عن ليش إحنا بنروح الحرم بنطوف 7 مرات، ليش 7؟ فتحت لي الأسئلة هذه، فتحت لي أبواب ما تلهم العلم، وخلتني أفهم أشياء فوق التصور. الواحد لما بيسأل دبابات السؤال بتطلع وبتجيني الإجابة من رب العالمين. الله بيسهل كده، بيوريك ساينات أو بيحط في طريقة كتاب أو بيخليك تقابل شخص تلاقي كل الأجوبة. ولقيت الأجوبة حقت أسئلتي هذه اللي زودت يقيني، ثبتت إيماني بالله سبحانه وتعالى، في كتاب رائع هو قديم اسمه للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه، اسمه حوار مع صديق الملحد. لقيت الأجوبة على كل أسئلتي، وطبعا بحثت في كتب كتير ومهم الإجابات جاتني. وبتساءل هل الواحد ماشي في الدنيا هذه بشكل عشوائي، يعني أي شيء بيحصل له من غير سبب؟ الله بيقول وجعلنا لكل شيء سببا. ما في شيء في الدنيا دي بيحصل من غير سبب، ولما الواحد يفهم السبب يعرف ساعتها يتصرف، يعرف كيف يقدر الأمور، يعرف كيف يعيش حياة أفضل وأروع، لأنه مداركه بتتوسع وبيتطور وروحه بترقى، كل شيء بدقة. ولا ما كان تلاقي القمر يطلع في الجهة دي والشمس تطلع في الجهة دي، والبحار تمشي بالطريقة هذه، والنبتة تكبر بالشكل ده، وأنا نفسي أنمو بالشكل هذا، أو الظروف اللي حصلت لي في حياتي خلتني بالطريقة هذه بالشخصية دي. في أسئلة الواحد ممكن تدعم عنده أشياء إيجابية وأشياء حلوة وترقيه أكتر وتطوره بشكل أكبر، وفي أسئلة تشد الواحد لتحت وتخليه في متاهة. السؤال اللي بيخلي فيه عندي أشياء سلبية في النفس هذه اللي أبعد عنها، لأنه أعرف إنها وسواس، والوسواس شيء خطير خطير خطير. الشيء السلبي أول ما بيجي على طريق وسواس، والوسواس على قد ما إنه شيء ممكن الواحد ما يلتفت له حتى، إنه شيء بسيط شيء غبي يعني، لكن بيقلب حياة الإنسان جحيم، بيبدأ ينخر في نفس الشخص، أوكي، بيسبب عنده غضب، بيسبب عنده قهر، بيحس في الآخر إنه هو مظلوم، بيستمر الوسواس هذا. إذا استمر شهر شهرين ثلاثة بيتحقق، يعني من شيء بسيط صار شيء كبير. فالواحد لازم يلقط السؤال السلبي من البداية، إنه بيسبب لي أحاسيس سلبية. زي مثلا شخص ما عنده لا أم ولا أب، يتيم، يجي يتساءل يقول طب أنا ليش انولدت يتيم، ويبدأ يحس بالقهر، يبدأ يحس إنه هو مظلوم، ماله إرادة. الشيء اللي ماله إرادة فيه الشخص في سؤاله اللي بيحسسه إنه هو هيلبلس، ما عنده إرادة إنه هو يعمل فيه شيء، يبعد عنه. لأنه ما تتخيلوا لأي درجة حياة الإنسان بتصير في الدرك الأسفل، يعني في القاع، ممكن يوصل للقاع من الأسئلة هذه. ليش ما أحول الأسئلة كلها أخليها بشكل إيجابي؟ أي ظرف يحصل لي في الدنيا هذا، إذا الواحد يبغى يستخدم الظروف هذه اللي حصلت له بشكل ينفعه. لما ألاقي سؤال ما هو نافعني ليش أدخل فيه؟ في أسئلة تخصني أنا، وهذا هو المهم، لأنه مني أنا المنبع بيطلع كل حاجة. فعليكم أنفسكم، أنا أسأل عن حياتي أنا وعن ظروفي أنا، وإيش الأسباب لما يحصل لي حاجة، إيش السبب اللي خلى حاجة زي كده تحصل؟ لأنه في النهاية أي شيء بيحصل لي، أي شيء في الكون بيحصل لي،
هو أنا السبب فيه، إلا إذا كان خير. الخير دائماً بيجي من رب العالمين. لما يكون في ظرف سيء، مثلاً أزمة حصلت ولا مشكلة صارت، أنا بكون السبب. لما بقعد أحللها وبقعد أفكر فيها، مو غلط إني أواجه نفسي فيها، بتكون مؤلمة شوية لما أعرف إني أنا السبب، لكن من هنا أبدأ أمسك بداية الخير. وهذا اللي بعمله في جلساتي، إنه بشوف إيش الـ السبب اللي خلى هذا الشخص إنه مثلاً يكون مكتئب في ظرف معين مر فيه. طيب الظرف المعين هذا سبب له إيش؟ إحساس سلبي مكبوت في جسمه، فالتدابير هذه بفضل الله بتتشال في الجلسات، فالواحد بتتفتح عنده طاقات جديدة وأبواب وفتوح بيصير عنده. الآن المخ بيتجه لا شعوريا من العقل الباطن للجهة السلبية. أنا شغلي أو أنتي أو أنت إنه تشوف تلقط لما يكون سؤال ما بيفيدني، ما بينفعني، ما هو إيجابي، يعني أبعد عنه. لما يكون إيجابي وحيزود يقيني بأمور معينة، بإيماني بالله، بحبي للدنيا، بحبي للناس، بحبي لنفسي برضو لأولادي، أسأل وأستفسر. لما أجي على الأجوبة خليها تكون حلوة، خلي الأجوبة تكون جميلة، خلي تكون الأسباب حلوة، بتكون أسباب حقيقية. ما هي الدنيا فيها good and bad، أي شيء يحصل فهو خير، حتى لو كان في ظاهره سيء هو خير. لو تبغى أنت تفسره خير، أنا ما بروح جحيم، أنا بختار، أنا بختار كيف أفكر، بختار كيف أحس، بختار كيف أعيش، كيف أعيش اللي حولي. لما أقعد ناقمة على المجتمع وناقمة على الحياة كلها وعلى هذا إيش سوى فيها والدنيا إيش عملت فيها، ويستمر الوضع يستمر. لما أفهم إيش السبب، إنه تفكير ما هو كويس، إنه إحساس سيء وهو اللي بيجذب لي بقانون الجذب الأشياء هذه كلها، أعرف فين الخلل وأعالجه، أستبدله بأشياء طيبة وأشياء كويسة، عشان في النهاية أبغى أعيش حياة طيبة، أبغى اللي حولي يكونوا سعداء برضو فيها، أبغى أعمل إضافة. إرادة ربي نافذة دائما، إرادة ربي إنه الواحد يتعلم ويعرف ويفهم ويعرف كيف يتصرف، ودائما يكون محتاج لربه، لأن الأسئلة الأجوبة كلها عند رب العالمين، والله اللي بيعطيك الإجابات الحلوة يا جماعة، مش إجابات سيئة تدخل الواحد في متاهة، إجابات تدعم حياة الشخص وتريحه، تعطي له طمأنينة وسكينة وهدوء وإدراك وإحساس اللي قاعد يصير حولك. سلام.